قومي يا زياد، اتأخرت على المدرسة. عيد يا بابا هو اللي عليه النهارده. قومي يا عيد، اتأخرت على المدرسة. النهارده يا بابا؟ النهارده تلات. انا بروحش التلات ده، زياد هو اللي بيروح. قومي يا زياد، انت اللي عليك النهارده. الجدول هو يا بابا. قوم انت اللي عليك، اهو في الجدول مكتوب. قوم. وطلبت من المدرسه تشيل لي يوم التلات عشان مش قادر. اسكت يا زياد، امبارح كنت ماشي في الشارع ومعايا كوبايه ميه، قابلنا اسد قمت حاطفه بيه، جري مني. عشان كده. عشان كده ايه؟ انا كنت اضرب اسد بالقلم امبارح، ايدي اتبلت ميه. بابا، هو انت ليه كنت بتزعق انت وماما امبارح؟ مفيش، كانت بتعلي صوتها عليا. طب ما تاخدها بالهدايا يا بابا. مينفعش معاهم هداوة دول يا عياد، اسمع مني. الستات دي عايزه الشده، يعني الكلمه قصاد الكلمه، يعني كلام اللي يمشي. كده انا متعلق بقالي 10 دقايق، وانت قايل نص ساعه وانزلك. تلت ساعه انزل، وما نشوف كلام اللي هيمشي. بابا انا عاوز 5 جنيه. عايز 5 جنيه ليه؟ شد الراجل غلبان اللي عامل ينادي في الشارع. حبيبي يا اياد، طلعت قلبك ابيض. جدع يالا، عرفت ربي. خد اديله دي واديله دي كمان. بقول لك ايه؟ هو كان بينادي يقول ايه؟ كان بيقول يا بابا يلا الايس كريم، يلا الايس كريم. ايس كريم؟ هاخد يالا. بابا عاوزين فلوس المدرسه. مدرستي يا ابني، النهارده لسه اول يوم. ما بيقولوا لو ما جبتوش الفلوس المدرسه محدش هيخش المدرسه. سيبها. وانتوا جيتوا بدري كده ليه؟ قالوا لنا اجازه يا بابا. اجازه؟ طب والله كويس، وفروا، هاتوا الفلوس. ما خدوها يا بابا وقالوا روحوا عشان الكورونا. زياد، تعرف عن الجاذبيه؟ اعرف اللي هي كويسه. انا مش بسالك هي عامله ايه، انا بقول لك تعرف ايه عنها. كان في واحد قاعد تحت شجره اسمه عم نيوتن. عم نيوتن؟ عم نيوتن. فبعدها التفاحه نزلت عليه. نزلت على مين؟ عم نيوتن. فبعدها ايه بقى؟ جات له فكره الجاذبيه الارضيه بالتفاح. مش يسكت وياكل التفاح على كده، لا، عم يطلع لنا شويه الغاز وقوانين والحوارات اللي انت عارفها دي. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي حاضر، خد بابا معاك اهو. عامل ايه واخبارك ايه؟ وابوك عامل ايه؟ ابوه ميت يا بابا. لسه في نفس التربه؟